السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم سينيورز في الإلكتريك كورس. طبعا أنا الموضوع اللي بديهولكم 2D NMR سبكتروسكوب. أنا يمكن اديتكم انتوا سنة تانية ال 1D NMR، واللي نقصد بيه البروتون والكربون 13 NMR، ودول أخدتوه يمكن في أقسام تاني وتوسعتوا فيه. لكن التوبيك الجديد ده إن شاء الله يبقى انترستنج وتحبوه. طيب ليه احنا محتاجين التو دي نمر؟ ايه مشكلته؟ يعني ليه ما احنا الوان دي كويسين فيه؟ طب انا هديكم اكزامبل يوضح اهميه الكلام اللي بقوله. لما نبص للاستراكشرين دول هنلاقي ان هم عباره عن ميثايل وايثايل مره على الكربوكسيليت استر ايثايل والايثر ميثايل او العكس. لما تفتكر تبص وتفكر الوان دي نمر اللي نقصد بيه البروتون NMR او الكربون 13 NMR، لما تبص على الستراكشرز دول هتلاقي ان انت مش هتقدر تحسن من السبكتروسكوبي ال 1D سبكتروسكوبي، مش هتقدر تحسن انه ستراكشر هو بتاعك. يعني الاثنين هيدوا تقريبا بروتون او كربون متشابه. يعني البروتون ده مثلا دي هتديك تريبلت، ودي هتديك كورتت، دي برضو هتديك سنجلت. مكان ال CH2 دي هتبقى تقريبا قريب من مكان ال CH3، ما تقدرش تحسب الرينج لانه دبلت اوف دبلت بارادايس سبستيتيوتد. على النقيض الميثوكسي موجوده كاستر والايثايل كايثر. طيب يبقى كده صعب جدا من ال 1 دي سواء بروتون او كربون تحسن الاستراكشر بتاعك الواحد، وده مثال بسيط يعني بتكلم على مركب صغير جدا. ما بالك بقى لو كان عندك كذا رينج، بالك لو كذا سبستيتوانت. طيب هو انا ليه محتاج اعرف الاستراكشر للدرجه دي؟ هو ده الاساس بتاع السبكتروسكوبي، انت عايز تعرف الاستراكشر. طب ليه عايز تعرف؟ يعني تخيل ان انت say for argument ان انا في واحد من المركبين دول اكتف والتاني مش اكتف كدراج، او التاني ليه سايد افكتس مثلا وهكذا. فمعرفه الاستراكشر ده مهم جدا. قيس على ذلك اهميه معرفه الاستراكشر مثلا في الفورنسيك كيمستري. يعني انا لو عندي مجرم وبيتعاطى مخدر معين، ما انا لو عرفتش الاستراكشر بتاع المخدر اللي بياخده مش هقدر احكم عليه، او اللي بيتاجر فيه، او وامثله كتيره. احنا صيادله متهيألي في الليفل بتاعكم كسينيورز تفهموا يعني ايه اهميه ان انا اعرف الاستراكشر بتاعت حاجه. الوان دي اللي احنا عارفينه البروتون او الكربون مش هيحسن لي الاستراكشر اني واحد، لان دي هتطلع نفس السبليتنج نفس الاماكن. احنا قلنا الوان دي في البروتون اهم حاجه اعرف المكان والسبليتنج والانتجريشن، وانا كل ده متساوي في الحالتين، سواء بقى الميثايل على الاكسجين بتاعت الايثر او الميثايل على الاكسجين بتاعت الايستر. الاثنين فيهم ايستر والاثنين فيهم ايثر. الكربون 13 مش هيديني اي انديكيشن لان نفس عدد البيكس وتقريبا بنفس الاماكن. فبالتالي انا محتاج تكنيك يقول لي هنا هو مثلا كمثال هي CH2 متصله بالاكسجين اللي بتاعت الكربونيل بتاعت الاستر، ولا CH2 على الاكسجين اللي متوصله بالرينج مباشره. ما انا لو عندي تكنيك يقول لي الكلام ده اذا انا اقدر اعرف انه استراكشر فيهم، لان لو قدرت اثبت ان الكربون دي متوصله على الاكسجين على الكربون اللي هو الكونكشنز دي قدرت اثبته، اذا انا اقدر اثبت ايه الاستراكشر. او البروتون ده كان بي كورليتد، كلمه جديده هي كورليتد للكربون دي مثلا او للكربون بتاعه الكربونيل، اذا انا كده اقدر اعرف الاستراكشر. يبقى ال 2 دي ان ام ار مهمته الرئيسيه ان يجيب لك الكورليشن، انه يربط لك او الكونكشنز دي المهمه الرئيسيه. هو هيديك معلومات كتير لكن اهم معلومه ان يدي لك الكونكشنز اللي هي بتبقى قليله في ال 1 دي. لما تفكر كده في دماغك تقول ال 1 دي ان المار بيديني الفراجمنتس، لكن لما يجي يوصلهم ببعض الاقي صعوبه ان انا لازم اعرف السبليتنج واعرف الكابلنج كونستنت وحاجات زي كده. لكن برضو ما بيديش جريت انفورميشن عن الكونكتيفيتي او ازاي اوصل الكومباوند ببعض، ازاي اثبت ان الميثوكسي على الرينج ومش على الكربونيل زي المركب التاني. وبالتالي ال 2 دي هناخد كلمه كورليشن كتير. تمام، نيجي مثلا مثال. يعني هو ال 2 دي اكسبيرمنت
بغض النظر عن جزء الفيزيكس اللي فيها، لكن بصفه عامه انا بعمل ايفولوشن ان تايم لتو تايبس اوف اتومز، والتو تايبس اوف اتومز بحاول اشوف كورليشنز. يعني ايه؟ بيبقى عندي 2 دي فيجر على الاكس اكسس بيبقى 1 اتوم، على الواي اكسس بيبقى انذر اتوم. يعني مثلا ايه، لو انا بشوف البروتون مع البروتون يبقى هيبان لي مين اللي كوريليت لبعض، مين اللي حاسين ببعض، مين اللي بايه بيعملوا كوريليشن مع بعض. او لو كان بروتون وكربون زي ما نشوف بعض التكنيكس، ممكن يقول لي البروتون ده على الكربونه دي، او البروتون ده جنب الكربونه دي. يبقى انا بالتالي 2 دي ان ام ار هيختلف شكل السبيكترم عن ال 1 دي ان ام ار، لان هيجيب لي كوريليشن بين تو اتومز. التو اتومز ماي بي ذا سيم، يعني هيدروجين وهيدروجين، او ديفرنت اتومز مثلا هيدروجين وكربون. احنا هناخد ثلاثه تكنيكس اساسيين في 2 دي ان ام ار. اي واحد بيدرس 2 دي ان ام ار بياخد الثلاثه تكنيكس دول. هناخد النهارده منهم في اول محاضره هون بسجلها لكم، هناخد ايه؟ 2 تكنيكس. تمام؟ الكورس دوت فيري ادفانسد، انتوا بتاخدوا اول ستيب فيه، لانه ليه ليفلز كتيره. يعني بتاع الماستر بياخده، بتاع الدكتوراه بياخده، هو ممكن ينزل لمرحله الاندر جرادوز زي ما انتوا شايفين، وهتجدوا متعه في استخدامه. مش بالصعوبه قد ما هو انت محتاج تتدرب عليه، ولذلك انا هنزل تدريبات وحل زي ما متعودين. المتعه الكبيره ان انت هتجد فرصه لايه؟ لاكتشاف مواهب عقليه ممكن تكون التعليم اثر عليها شويه. نرجع تاني للتو دي ان ام ار. التو دي ان ام ار معمول كتشالنج زي اي ان ام ار سبكتروسكوبي، تشالنج للي بيفكر، تشالنج للي بيعمل اناليسيس، يعني بيحاول يحلل المعلومات اللي بياخدها، اللي بيعمل كوريليشن، يعني اللي كان بيحب زمان كلمات المتقاطعه او البازلز او الكلام ده، هاجد متعه رهيبه في استخدام التو دي ان ام ار سبكتروسكوبي. طبعا بالاضافه انك تفهم الكونسبت، انت محتاج تطبق ومحتاج تتعلم ازاي تحل المساله. طيب ال 2 دي برضه بيحل لي حاجه حلوه جدا، ان هو بيعمل لي ريزولفنج للاوفرلاب سيجنالز. يعني لما تكون في 1 دي مثلا سي، ممكن تيجي عند حته كده في ال 1 دي تلاقي مالتيبل سيجنالز، مالتيبل بيكس راكبين على بعض، انت مش قادر تحدد لا السبليتنج بتاعهم ولا عددهم بالدقه ولا بسبب الاوفرلاب. لكن في ال 2 دي لا، انت هتلاقي ال 2 اوفرلاب دول، شوف الاثنين الازرق دول هتلاقيهم متفصصوا الى ايه؟ ادي ازرق واحمر اهو، هتلاقيهم ليهم كورليشن بيكس بعاد عن بعض خالص. يعني شايف ادي الحمراء اهي ودي الزرقاء اهي. ده هنفهم يعني ايه الكلام ده بعد شويه. يعني المورال من السلايد دي ان انا بقول لك انه كمان بيحل مشكله الاوفرلاب اللي في ال 1 دي. طيب ناخد اول تكنيك في ال 2 دي ان ام ار اسمه ال HSQC او الهيترونيكلير سنجل كوانتم كورليشن سبكتروسكوبي. مش مشكله الابريفيشن يعني، بس افتكر اسمه HSQC. طب ايه الكورليشن؟ هو 2 دي ان ام ار. تمام، ايه الكورليشن بين الهيدروجين والكربون؟ بين مين؟ انا بعمل هنا كورليشن بين الهيدروجين والكربون، ولذلك الاكس اكسس هيبقى بيشير الى البروتونز. تمام، طيب الواي اكسس بيشير للكربون، ولذلك طب الكورليشن بين انهي بروتون وانهي كربون؟ البروتون والكربون اللي بينهم سنجل بوند، عشان كده افتكر اتش اس سنجل بوند. تمام، يعني في كل بروتون على انهي كربون، يبقى الاتش اس كيو سي ده بيربط لي البروتونز بالكربون. يعني مثلا ودي هنتعودها بقى، اول ما تلاقي احنا هنبقى راسمين لك على الاكس اكسس كده ال1 دي بروتون، وعلى الواي اكسس الكربون 13. يعني هنا بمعنى صح عندي 4 بيكس بروتون اهو. لو انا بصيت ك1 دي 4 بيكس، البيكس دي انا هبدا اتعلم بقى رقم البروتون على طول وانا مغمض من الشمال لليمين، كل بيك هديها حرف A B C D. يبقى انا عندي 4 بيكس على البروتون ده، وعندي ادي الاوفرلاب اللي احنا بنتكلم عليه بي وسي، دول اوفرلاب دي بيكس. تمام، عندي الكربون بقى على النقيض عندي 3 بيكس ظاهرين للكربون، ادي واحده، ونبدا الكربون بقى بنرقبه من تحت لفوق كده 1 2 3. احنا اول ما بنيجي المساله بنديك فيها ال1 دي وال2 دي، يعني ال1 دي بروتون ان ام ار، وبعد كده الكربون 13 ان ام ار، دول اللي انت عارفهم. فتروح مرقم A B C للبروتون، وترقم 1 2 3 زي ما نشوف، ده يساعدك في حل المسألة بعد كده. يعني عشان
ليه انا برقم دي بالحروف ودي بالارقام؟ لان ببساطه انا عايز اقول لك ان الاتش اس كيو دي الاتش اس كيو سي هيدي لك حاجه اسمها كروس بيكس، يعني الدوائر اللي انت شايفها دي بنسميها كروس بيكس. في كام كروس بيك هنا في الاسبيكترم؟ ادي واحده اثنين ثلاثه اربعه، يبقى في اربعه كروس بيكس. طب الكروس بيكس دي بتربط مين بمين؟ اروح جايب المسطره كده وانزل فيرتيكال، هلاقي ايه؟ بروتون A is correlated to carbon number 1. اخد المسطره العرض والمسطره الطول، هلاقي ان 1 الكروس بيك دي هي correlation between A and 1. يبقى معنى كده، معنى الكلام ده ان بروتون A او البيكس بتاع البروتونز بتاع بيك A هي على الكربون رقم 1. يبقى ده ما كانش موجود في الوان دي. انا ما فيش اي تكنيك ربط لي البروتون ده على اني كربون. يعني مثلا دي لو كانت 2 بروتونز مثلا ودي كربونه يبقى انا عندي سي اتش 2. طب لو كانت 3 بروتونز يبقى دي سي اتش 3. يبقى انا عرفت كل بروتون مرتبط بينه كربونه. تمام، الله ينور عليك. طب مين يقول لي بقى البي؟ البي والسي جنب بعض هم لازقين على بعض كبروتونز، لكن ككربون مرتبطين بديفرنت كربونز، والكربونز بينهم مسافه، ولذلك بسهوله قدرت اعرف ان بي كورليتد لكربون رقم 3، اما سي كورليتد لكربون رقم ايه؟ 2. هنا الاوفرلاب اتشال. طيب في حاجه تاني، ده بروتون دي كمان كورليتد لكربون 3، دي ممكن يكون ليها حلين، يا اما الاثنين كربون سيمتريكال، يا اما الاثنين بروتون على نفس الكربون. ما علينا، دي ما بنشوفها بعدين. طيب يبقى على الاقل مفهوم تفهمه من الاتش اس كيو سي هنا ان انا قدرت اعرف كل بروتون كورليتد لانهي كربون. تمام، وبالتالي اقدر اقول ان السي اتش 2 دي الكربونه بتاعتها فين والبروتون بتاعها فين. السي اتش 3 دي مثلا، لو كانت سي اتش 3 البروتون بتاعها فين والكربون بتاعها فين. طيب في سؤال، طيب هل الكربونز اللي ما عليهاش بروتون هتظهر لها كروس بيكس؟ لا، يعني لو عندي كربون 4 وما لهاش اي كروس بيك، اذا الكربونه دي ايه؟ ما عليهاش بروتون، لان ما فيش بروتون عامل معاها كروس بيك. يبقى الكربونز اللي ما لهش بروتون مش هيظهر، هرسمه لك على الشمال، لكن مش هيظهر له اي بروتون كروس بيك. يبقى الكروس بيكس دي بين الكربون اللي عليه بروتون، يبقى الكربون اللي ما لهش بروتون ما يظهرلوش كروس بيك. طب البروتون اللي مش على كربون، يعني بروتون مثلا على اكسجين او على نيتروجين، برضه مش هلاقي له كروس بي، لان الكورليشن بين بروتون وكربون. يبقى الاتش اس كيو سي لما ابص عليه اقارنه بالكربون او اقارنه بالبروتون، لو لقيت بروتونز مش عامله كروس بيك يبقى دي اذن على اهتراقاتهم انت مغمض زي او اتش ان اتش 2. تمام، لان احنا قلنا لازم تكون البروتون على الكربون على طول 1 بوند. تمام، طب لقيت كربونه موجوده في الكربون 13 مالهاش كروس بيك في الاتش اس كيو سي، يعني مالهاش بروتون، يبقى دي كربون ايه؟ كوترنري. كوترنري يعني لا هي سي اتش 3 ولا هي سي اتش 2 ولا هي سي اتش، كربون مالهاش بروتون. زي مثلا مين؟ الكربونين، بروتون الكربونه على رينج سبستيتيوتد مالهاش بروتون، يعني مالهاش اي بروتون. تمام، فالكربونز اللي مالوش بروتون اقدر اعرفهم بمقارنه الاتش اس كيو سي بالكربون 13. البروتون اللي ملوش كربون على هيتيل اتوم يعني اقدر اعرفه بالمقارنه مع الاتش اس كيو سي. يبقى الاتش اس كيو سي يديني معلومتين، اول معلومه مين البروتون اللي متصل ب مين، بروتون متصل بمين كربون. تاني حاجه مين كربون كوترنري، مين بروتون على هيتيل اتوم. يبقى بالتالي اجيب الكروس بيك واعرف كل كروس بيك دي مرتبطه بمين. يبقى اول خطوه على طول بروح مرقم الكربون 13 من ال1 دي ورقم البروتون من ال1 دي. البروتون بدي له حروف اي بي سي عشان نبقى متفقين بس على طريقه الحل، من الشمال لليمين. الكربون برضو من الشمال لليمين 1 2 3، واجي ابص عليهم اشوف مين اللي كورليتد، واقول الكربونه اللي عند 50 مثلا متصله بالبروتون اللي عند مثلا 3، او الكربونه 3 متصله بالايه؟ بالبروتون سي بي مثلا، وهكذا. ده اسمه الكورليشن. الكورليشن طيب ده اول تكنيك اسمه الاتش اس كيو سي. يبقى الاتش اس كيو سي هيديني فرصه ان انا اعرف البروتون متصل بين كربون. طيب نيجي تاني تكنيك، انا بس النهارده هدي الكونسبت وهنزل لكم ان شاء الله مساله في السكشن نحاول نحلها كجروب، وبالتالي نبدا نفهم يعني ايه اتش اس كيو سي، نتعامل مع اول سبيكتروم حقيقي.
ونعرف الاستراكشر بتاعه. انت ممكن تكون المساله تعرف تحلها بال1 دي يبقى ما تحتاجش ال2 دي صح، لكن اكيد المسائل اللي هنزلها واحده ورا الثانيه هتلاقي صعوبه في ان ال1 دي يحل لك المساله، وان لا يمكن حلها الوصول استراكشر الا بال2 دي، ومع التدريب السكيلز بترتفع. تمام. ناخد مثال تاني اللي هو في ال2 دي ان ام ار اسمه الكوزي. يبقى اول تكنيك كان ايه؟ اتش اس كيو سي. تاني تكنيك كوزي. طب ايه الفكره الرئيسيه بتاع كوزي؟ قال له ده 2 دي تكنيك وده بيشوف الكورليشن بين الهيدروجين والهيدروجين. الله ازاي؟ الهيدروجين والهيدروجين اللي على الكربون اللي جنبه، الهيدروجين والهيدروجين اللي على الكربون اللي جنبه ما دام مختلفين وبيعملوا كابلنج يبقى هيبقى ظهر لهم كورليشن. طيب يعني معنى كده لما ابص على الاكس اكسس هلاقي البروتونز مثلا A B C D اهو، ادي البيكس اللي المرسوم على الاكسس نفسه هو ال 1 دي ان ام ار. تمام. طيب وهو اللي على الواي اكسس. الله، اما الكروس بيكس هتظهر ازاي بقى؟ قال لي في نوعين من الكروس بيكس بتظهر في الكوزي تكنيك. ايه هو؟ القطر اللي في النقط دوت كل الكروس بيكس اللي عليه هي نفس الكروس، هي نفس ال1 دي، لانها كورليشن بين الحاجه ونفسها. يعني هتلاقي الكروس بيك اللي على الدياجونال دي بنسميها دياجونال، هتلاقيها هي الكورليشن بين A و A، يبقى مش هتديني معلومه اضافيه. طب اللي على الدياجونال تاني بي وبي، برضه مش هتديني معلومه اضافيه. والسي، يبقى كل اللي على الدياجونال ده ملوش اي لازمه لان هو تكرار لايه؟ لل1 دي. امال ايه اللي يهمني بقى؟ الكروس بيك اللي بره الدياجونال بيسموها اوف دياجونال. الاوف دياجونال عندي كام كروس بيك هنا؟ في النص اللي فوق ده في 2، في النص اللي تحت هو 2 برضه. هو ايه؟ 2. يبقى في الكوزي هتلاقي سيميلاريتي او اسيمتري، سوري سيمتري، سيمتري على حوالين الدياجونال، يعني عدد الكروس بيك اللي من على اللي في النص اللي فوق هي اللي تحت وهي صورة مراية ليها. يعني بالتالي اللي تهمني اكتر وان سايد. ما علينا، دي مش مشكلة. يعني عندي كام كروس بيك في النص ده؟ 2. يبقى اذا 2 كروس بيكس. طب بين مين ومين؟ A مع B. يبقى اذا A جنب B. لما الاقي كروس بيك هنا اعرف ان A البروتونز بتاعت A جنب على كربونة جنب البروتون بتاع B. الكورليشن بيبقى اخره 3 بوند، يعني اللي على الكربونه البروتون على الكربونه دي يعمل كورليشن مع الكربونه اللي جنبه بس. تمام. لو طبعا في من الجنبين يعني، بس لازم يكونوا مختلفين عشان يعملوا كورليشن. فانا عندي A و B جنب بعض. الله، طب بص B، طيب الله B و C كمان جنب بعض. اذا الله A عامله مع B، B عامله مع C. يبقى B عامله مع مين يا بطل؟ مع A و C. يبقى الترتيب ايه؟ الله، يبقى B بين بروتون C وبين بروتون A. يبقى انا كده عندي evidence ان A جنب B جنب C، يعني البروتونز اللي على A جنب البروتونز بتاعت B جنب البروتون، يعني في 3 كربونات ربطتهم ببعض انا كده عليهم بروتونز. طب امال دي ايه اخبارها؟ مش عامله اي كروس بي خارج الدياجونال. يبقى اذا هي مش مرتبطه، اهي لو مشيت اكس واكس مش مرتبطه باي حد، يبقى دي لوحدها سنجلت لوحديها. يبقى انا هنا قدرت بالكوزي اربط A وB وهنا B وC. يبقى A مرتبط بB وC مرتبط بB، يبقى B مرتبط بA وC. طب ما نشوف B، طيب اهو B مرتبطه بA بC وادي A. يعني ممكن تقراها بالطول او بالعرض بتقدر تطلع الكورليشن. يبقى انا عندي تو سيستمز في البتاع ده، سيستم فيه A B C correlated مع بعض ودي لوحدها. يبقى انا كده قدرت اربط ايه؟ اربط الفراجمنت. يعني انا كان عندي البيك A عرفتها مثلا CH3 والبيك B CH2 والبيك C CH2. يبقى قدرت اربط ال CH3 دي مع ال CH2 دي مع ال CH2 دي. الله، طب ما ده ممكن اعرفه من السبليتنج، بس السبليتنج ما يقوليش اكزاكتلي مين متربط مع مين، ده انت بتعمل جيس. وفي ال2 دي بقى مفيش حاجه اسمها جيس. يعني ايه مفيش حاجه اسمها جيس؟ يعني لازم تديني تاكيد لكل حاجه بايفيدنس، عشان كده قلت لك ايفيدنس. يعني تقول لي انا متاكد ان البروتونز بتاعت بي كونكتد للبروتونز بتاعت سي والبروتونز بتاعت ايه. ايه الدليل بتاعك؟ ادي في كروس بيك
اوف دياجونال كروس بيك بين A و B، إذا A و B متصلين ببعض. طب B و C، الله، يبقى B متصلة من الناحية دي بA ومن الناحية دي بA بC، يبقى أنا عندي كان ABC system. طبعا أنا بقول A و B و C دي أمثلة للبروتونز، يعني لما هتجي لك المسألة أو هناخد إكزامبل دلوقتي هتشوف الكلام ده مشروح. يبقى إحنا شرحنا تو تكنيكس، ال HSQC وقلنا ده بيعمل كورليشن بين البروتون والكربون اللي عليه اكزاكتلي يعني 1 بوند، والكوزي وده بيعمل كورليشن بين البروتون والبروتون اللي جنبه على الكربون اللي جنبه. قلنا ان في ال HSQC ما بتظهرش كروس بيكس للبروتونز اللي هي على هيترو اتوم او الكربون اللي معلوش بروتونز. قلنا في الكوزي ان عندي نوعين من الكروس بيكس، الدياجونال والاوف دياجونال. دياجونال ما يهمنيش، اوف دياجونال في مجموعتين مرآة لبعض ممكن استخدمهم، وبالتالي بقدر اتعرف على الكونكشنز في الموضوع. طب ناخد اكزامبل بقى عشان ايه العمليه ما تبقاش صعبه. ادي مثال اكزامبل لمركب، في اتنين ميثايل، في سي اتش 2، في سي اتش 2 بينهم ايه اتنين نيتروجين اتش. طيب لما نبص لل1 دي مثلا هنلاقي ايه؟ ال1 دي في تريبلت هنا، في تريبلت، في سنجلت، وفي هامب كده. طيب يبقى لما نيجي الرقم هنقول A B C D لان ده البروتونز. تمام، نبص ما عنديش دليل ان السي اتش 2 دي جنب السي اتش 2 دي غير الجس، يعني انا بقول دي تريبلت ودي تريبلت. طب خلاص يبقى دي ودي سي اتش 2 2 اتش و2 اتش، يبقى دي سي اتش 2 جنب السي اتش 2، يبقى من البروتون. ممكن اتخيل فعلا، لكن ايه ال ال الايفيدنس اللي عندي؟ طب هو المركب لو اصعب من كده كنت عملت ايه؟ طيب عندي برضو السنجل 6 بروتونز، يبقى المثال ده كان انا بديك ايه ايزي اكزامبل عشان نشوف هل التو دي هيخدمنا وياكد لنا ادينا ايفيدنس. طب لو بصيت على الكربون 13 هلاقي ان انا عندي كام كربونه، الكربون دي والكربون دي زي بعض، وادي دي ودي، يبقى ثلاث انواع كربون. اللي تحت 80 دول سولفنت سيبك منهم، يبقى دي A B C، يبقى انا سوري 1 2 3، يبقى انا عندي ثلاثه كربون ثلاثه كربونز بيكس. يبقى بالتالي اقدر اقول ان طب حد فيكم يقدر يقول لي الكربونه دي مين فيهم؟ هل هي الميثايل؟ هل هي السي اتش 2؟ هل هي السي اتش 2 الثانيه؟ وهكذا، مين دي ومين دي؟ واحد كده هتلاقي جس، حتى لو عارف هيبقى جس، لكن احنا هنا هنعرف بقى على الاكيد ازاي ان ايه نقول مين فيهم مين. لما نبص ال اتش اس كيو سي هنلاقي لو قلنا هنا A و B و C اهم، وهنا 1 و2 و3، هنقول ان الـ البروتون A اللي هو تريبلت اللي عند كام؟ عند 2.8 2.7، هنلاقي ان في كروس بيك بينه وبين مين؟ الكربونه اللي عند 40 اللي هنقول عليه رقم 3. طيب البروتون اللي عند 2.3 او هو بروتون B عامل كورليشن مع مين؟ مع الكربونه الاولانيه. الله، يبقى انا قدرت اربط دلوقتي بين الكربونه السامبوكس الحمراء دي مع السهم بتاع البروتون اهو، يبقى I have evidence ان البروتون ده correlated مع ده exactly مع الكربونه دي. طيب والسته الاثنين ميثايل، ادي الاثنين ميثايل، ادي البروتون بتاعها اهي وادي الكربون بتاعها اهي correlated، يبقى اللي كانت في النص كانت ايه؟ هو الكربونه رقم اثنين هي كانت الايه؟ الاثنين ميثايل. يبقى الاتش اس كيو سي ربط لي كل بروتون بكربون. طيب في بروتونز بتاعت الهيترو اتومز ما ظهرتليش يعني، بس هو عشان واخدين جزء ما كملناش، بس حتى لو كملت مش هتلاقي هم دول، بس الكروس بيكس ما عنديش غير ثلاثه كروس بيكس، لان انا عندي ثلاثه كربون عليه بروتون، ثلاث انواع كربون عليها بروتون. تمام. طيب ال ال الكوزي اللي هو بيقول الكوزي هتشوفه كده اهو كورليشن، ادي بروتون وادي بروتون، يعني ادي A B C، ادي البروتون دي مش ظاهره، وبعد كده A B C ادي البروتون، صح؟ لما نبص للكلام ده هتلاقي انت اول حاجه تعملها بتروح راسم بالمسطره كده الدياجونال، مدام كوزي تروح واخد الدياجونال، هتلاقي كام كروس بيك؟ هتلاقي واحده بس كروس بيك بين مين ومين يا بطل؟ بين بروتون B وبروتون ايه؟ A اللي هم دول. طب ال الدايميثايل، الدايميثايل مش هتلاقي لها كروس بيك اللي على الدياجونال بس، لكن مش هتلاقي اوف دياجونال. يبقى الاثنين اللي كورليتد لبعض دول اهم، ادي البيك بتاعي بي مع اي، لو قلنا مين فيهم ايه، يبقى انا عرفت ان الاتش اس كيو سي كل بروتون على ني كربون
وعرفت كل بروتون جنب انه كارب، والدايميثايل الاثنين دول بره خالص اللعبه تمام، وادي بتوع الهيتيرو اتوم اهي ما لهمش اي عندش اي كاربيش. يبقى انا بالتالي دول اول تكنيك. طبعا احنا في تكنيك تاني سايبينه لما تبدا تحل مسائل بالاتش اس كيو سي والكوزي وتبدا تتعلم. في حاجه تانية هتتعلمها، في حاجه اسمها كورليشن تيبل. بعد ما بترقم هنعلمها لك في السكاشن ان شاء الله، ازاي تطلع كل المعلومات اللي ايه موجوده في السبكتروسكوب 2 دي سبكتروسكوب على هيئه تيبل، تبدا تفكر تطلع استراكشر. واحده مع بعض هناخد. احنا خدنا تو تكنيكس، يبقى فاضل وان تكنيك هنتدرب عليهم. هناخد مسائل متدرجه في الصعوبه، وطبعا ما تقلقوش خالص من الامتحان، ما تقلقش من ان انت تتعلم حاجه صح. اللي تقلق منه ان انت تظل بلا تفكير. زي ما اتفقنا انت داخل الحمد لله برغبتك، ال 2 دي من ورا هيبقى ان شاء الله جزء مضمون من الامتحان ما دام حاولت تتدرب ولو مع زمايلك. هيبقى ينزل بعض في بعض الاحيان جروب تريننج وبعضها انديفيدوال تريننج، هيبقى في بعضها على كويز. كل ده هتلاقي نفسك بتاخد الدرجات، ما تقلقش. يعني مش معنى كويز يعني احنا مش بنقطع لك من جلدنا، احنا بنديك درجه على تدريبك، وانتوا بسم الله ما شاء الله اثبتوا كفاءه في الاسبكتروسكوبي. انا من الدفعات اللي سابقه كان جزء الاسبكتروسكوبي بيبقى اغلب الناس جايبين فيه فول مارك او اقل، حاجه بسيطه بتعتمد على المستوى الفرقي بين الناس. بنفرق بين الناس بس مش بنظلم، بتاخد درجات حلوه ان شاء الله. شدوا حيلكم وانتظروا الجزء الثاني من الـ 2 دي ان ام ار، وارجو ان انا ما كنتش طولت عليكم. طبعا لو ليك اي استفسار نزل على الجروب استفسار بتاعك. يعني ان شاء الله عاوز تفاعل مع الـ 2 دي ان ام ار، واحده واحده هتبقوا ان شاء الله ماسترز فور 2 دي ان ام ار سبكتروسكوبي. انا عندي ثقه عاليه جدا في عقلياتكم. بسم الله ما شاء الله كل اللي داخل السينيور السنه دي داخل برغبته، وانا شايف مستويات عاليه جدا. ربنا معاكم ان شاء الله. سلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين. سلام عليكم.